متتبعي ومحبي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم، سعيد باللقاء ديالكم في هاد الشقة الجديدة أو هاد الشقق الجديدة وهاد العدد الجديد. إذا كانت هذه أول مرة كتكتشفوا معنا هاد القناة، ما تبخلوش علينا أولا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو، وكذلك إذا كنتم غير مشتركين اشتركوا في القناة ديالنا، حيث مازال هناك عروض اللي جاية كثيرة خصوصا في وسط المدينة، لربما تلقاو عندنا العقار اللي كيناسبكم بالثمن اللي كيناسبكم والموقع اللي كيناسبكم. كذلك شقق موضوع اليوم جبناها لكم من وسط حي ميموزا. وسط حي ميموزا هو وسط المدينة، وسط لافيل ديال القنيطرة. شقق متواجدة في واحد العمارة متكونة من 5 طوابق، وكل طابق فيه تقريبا 5 شقق. شقق مساحات مختلفة، كاين 90 94 96، وما يفوق 100 متر كاري، ك 124 وما أكثر. هاد الشقق راه مبنية أحدث الطرق، فيها ليزولاسيون تيرميكي فونيك، فيها لاموس في الحيط، فيها كذلك دوبل فيتراج و لا كليماتيزاسيون سنتراليزي. بالنسبه للمواد اللي مستعمله في هذا البناء ديال هذه الشقق، هي مواد حديثه، كارلاج امبورتي، لو بوا كما كتشوفوا معنا راه برومي شوا، وكذلك الالومنيوم حتى هو برومي شوا امبورتي. شقق اللي متميزه المساحه ديالها وكذلك التصاميم ديالها الداخليه، وكمثال هذه الشقه اللي كتشوفوا معنا اللي المساحه ديالها هي 90 متر كاري، فصلت تبارك الله مزيان على شكل 3 غرف مع حمامين مع كويزين ايكيبي ومع صالون اي سيجور. هاد الشقق راه قريبه من كل المرافق الضروريه، ما نتكلموش على المرافق الضروريه لانكم في وسط المدينه ما غاديش تحتاجوا كاع السياره باش تقضيو الحاجات ديالكم اليوميه. كل المرافق قريبه من هاد الشقق. قريبه كذلك هاد الشقق من محطه القطار الكبرى بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الرباط وكيديروا لنافيت، وقريبه من الشارع الكبير ديال شارع محمد الخامس، قريبه من الشارع ديال سعيد الداودي، وقريبه من طريق الوطنيه المؤديه الى العاصمه الرباط. بالنسبه لهاد الشقق راه معروضه للبيع بواحد الثمن جد مناسب، الثمن ديالها ما كيتعداش دون لي زونفيرون ديال تقريبا 10,000 درهم للمتر كاري، قابله للتفاوض بطبيعه الحال هاد 10,000 درهم مباشره مع صاحب هاد العقار. وكمثال هاد الشقه اللي كتشوفوا معنا في هاد الفيديو اللي المساحه ديالها هي 90 متر كاري، وهذه راه متواجده في الطابق الرابع، والثمن ديالها 90 مليون، قابله للتفاوض بطبيعه الحال. اذا كنتم مهتمين بهذا النوع من العقارات خصوصا في وسط المدينه، فما عندناش غير هاد الشقق، هناك شقق اللي جايه اللي غنعرضوها في هذه القناه، وكذلك ممكن الاتصال بنا على الارقام المتواجده على الشاشه. حنا راه الاشاره ديالكم طيله ايام الاسبوع، سواء الاستشاره وكذلك الزياره الميدانيه. شكرا على الاهتمام ديالكم، شكرا للتشجيعات ديالكم، والى الفيديو والشقه القادمه بحول الله. شكرا والسلام عليكم.